بن حمد بن هيان العامري، من يتابع من يتابع انطلاقة ابعاد، وارى ايضا شعار سعيد بن مطر الرميثي يتدخل في هذه اللحظات مع المركز السادس سابع التحديات نوف منصور بن علي بالخصم من اكتبي، ومع المركز التاسع براقه لعلي بن حمد بن مطر المنصوري. نتابع المركز العاشر وزعفران العبيد بالدوده بن سويد العامري من انطلاقه زعفرانه مع المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمره، انطلاقاتنا رائعه، والسراج سراج على مقدمه هذا الشوط ولوحه الكيلو المتر الاخير غادرناها مع هذا الرقص المتجدد، مع هذا الاندفاع المتميز، والسراج من تقود المجموعه، من تسيطر كل السيطره على مجريات هذا الشوط. سالم بن سهيل بن خيرات العامري من يتابع انطلاقه سراجه، ولكن نوف مع المركز الثاني، او ارهني طيف من تتسلل في هذه اللحظات. راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي من يتابع انطلاقه طيف. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع المركز الثاني والتحديات من عيه لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي من اعلن انطلاقه عيه مع المركز الثاني. ثالث التحديات ارهني ايضا جوارح لسعيد بن حمد بن هميله المزروعي، والقدوم والتسلل لمذيار لحمد بن محمد بن سعيد الظاهري تتسلل باول ندى تنطلق مع المركز الرابع الكوكبه رباعيه وطيف على الصداره، طيف على المقدمه. راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي من يتابع انطلاقه الطيف، قفلت على مجريات هذا الشوط، بدت في المباعده، بدت في الرقص الاخير في الامتار النهائيه، طيف على الصداره ترسم وتحدى الطيف في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، طيف على الصداره، طيف على المقدمه، راشد بن حمد بن عبلان الاكتبي تهانينا مع هذا الاداء المتميز والرقص الجميل اللي تقدمه طيف. تهانينا لراشد بن حمد بن عبلان الاكتبي على فوز طيف بالمركز الاول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني لسعيد بن مطر الرميثي، المركز الثالث لحمد بن محمد بن سعيد الظاهري، المركز الرابع لحمد بن هميله المزروعي، ومع المركز الخامس ابعاد لحربي بن حمد بن هيان العامري. بقيه المراكز نحيل لاعضاء خط النهايه، نعود مع التوقيت الزمني. توقيت طيف تقطع المسافة في 6 دقائق 11 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن حمد بن عبلان الاكتبي على فوز طيف بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هي تصل مع المركز الثاني 6 دقائق 15 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن مطر الرميثي، واللي وصلت مع المركز الثالث مذيار 6 دقائق 15 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن سعيد الظاهري، تهانينا لجميع الفائزين.